الاهلي شارك 13 مره، الزمالك شارك 9 مرات، انبي شارك 3 مرات، الاسماعيلي مره واحده، المقاولين مرتين، حرس الحدود مرتين، غزل المحله مره واحده، المصري مره واحده. تم تسجيل 29 هدف في الوقت الاصلي للمباريات واربعة اهداف في الوقت الاضافي. احتسب في تاريخ البطوله 7 ضربات جزاء، احرز 6 منها وضاعت واحده فقط. لاعب واحد أحرز ضربتي ترجيح وسجلهما للأهلي في بطولتين مختلفتين لكأس السوبر، وهو الأنجولي سباستيان جيلبرتو، الأولى في مرمى الزمالك في النسخة الثالثة للبطولة 2003، وأحرز الثانية في مرمى الإسماعيلي في النسخة السابعة للبطولة 2007. أندية فازت بكأس السوبر. خدوا بال حضراتكم من الرقم اللي جاي. هو انت بتجيب الرقم ده منين يا اسلام؟ بجيبه من التاريخ حضرتك، مش بجيبه من جوه جيبي. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان الاهلي فاز بكأس السوبر 11 مره. النادي اللي بعده مين؟ نادي الزمالك. فاز بيه كم مره؟ 3 مرات. نادي المقاولين العرب مره، نادي حرس الحدود مره. فالنادي الاهلي فاز كم مره يا جماعه؟ 1 2 3 4 لغايه 11. نادي الزمالك فاز كم مره؟ اللي هو اللي بعد النادي الاهلي في عدد الفوز بالبطولات كاس السوبر 3 مرات. نادي المقاولين فاز كم مره؟ مره واحده. حرس الحدود كم مره؟ مره واحده. اللي بعده الفريق الفائز ببطوله كاس مصر بكاس السوبر 5 مرات، فاز وصيف بطل الكاس بالبطوله مره واحده اللي هو نادي الزمالك. 4 مرات جمع فيهم فريق بين بطولتي الدوري والكأس منذ بداية بطولة كأس السوبر في 2001، 3 مرات للنادي الأهلي ومرة واحدة لنادي الزمالك. الأهلي والزمالك كان طرف الفريقين في مباريات 16 نسخة لبطولة كأس السوبر، فلم يحدث أن أقيمت نسخة للبطولة في غياب الفريقين معا. أقيمت مباراة كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس 10 مرات، أقيمت مباراة كأس السوبر 4 مرات بين بطل الدوري ونادي آخر مرتين. فاز الفريق الفائز ببطولة الدوري بكأس السوبر 10 مرات. تم حسم البطولة في الوقت الأصلي للمباراة 8 مرات، ثم تم حسم البطولة في الوقت الإضافي 3 مرات بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل. تم حسم البطولة بضربات الترجيح من نقطة الجزاء 4 مرات بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، والأربع مرات كان الأهلي طرفا فيها. أحرز في البطولة 33 هدف، منها 24 هدفا للفرق الفائزة بالبطولة، 9 أهداف للوصيف. خلال تاريخ البطولة لم يغب بطل الدوري عن بطولة كأس السوبر إلا مرة وحيدة، وكان الأهلي في نسخة البطولة الأولى 2001 ولعب غزل المحلة بدلا منه. أقيمت البطولة بمصر 13 مرة، منها 11 مرة بالقاهرة، مرتين بالأسكندرية. أقيمت البطولة 3 مرات بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال تاريخ البطولة لم يغب بطل الدوري عن بطولة كأس السوبر إلا مرة واحدة، وكان الإسماعيلي في نسخة البطولة الثانية 2002 والمقاولين هو اللي لعب بدلا منه. فاز الأهلي بكأس السوبر في 3 مرات التي جمع فيها بين بطولتي الدوري والكأس. فشل نادي الزمالك في الفوز بكأس السوبر في المرة الوحيدة التي جمع فيها بين بطولتي الدوري والكأس في النسخة 13 للبطولة 2015. غاب النادي الأهلي عن 3 نسخ فقط من البطولة. فاز الأهلي بالبطولة 11 مرة، منها 9 مرات وكان بطلا للدوري، ومرة واحدة وكان بطلا للكأس، ومرة واحدة وكان وصيفا لبطل الكأس. الأهلي هو الفريق الوحيد الذي فاز بكأس السوبر ولم يكن بطلا لأي من بطولتي الدوري أو كأس مصر. وفاز الأهلي بكأس السوبر 11 مرة، منها 5 على الزمالك، 3 مرات على انبي، ومره واحده على كل من الاسماعيلي وحرس الحدود والنادي المصري. نادي الاهلي لعب 13 مره في كاس السوبر، خسرها مرتين فقط، منها واحده امام النادي الزمالك والثانيه امام حرس الحدود.
نادي الزمالك لعب 9 مرات في كأس السوبر، خسر كأس السوبر في 6 نسخ، منها 5 نسخ أمام النادي الأهلي والستة أمام المقاولين العرب. غاب النادي الأهلي عن 3 نسخ فقط من البطولة، بينما غاب الزمالك عن 7 نسخ من هذه البطولة. غاب الزمالك عن 7 نسخ فقط من البطولة، وفاز الزمالك بالبطولة 3 مرات، منها مرة واحدة وكان بطلا للدوري، ومرتين وكان بطلا للكأس. وفاز الزمالك بكأس السوبر 3 مرات أمام كل من غزل المحلة والمقاولين والأهلي. حسم الأهلي البطولة 8 مرات في وقت المباراة، منها 6 مرات في الوقت الأصلي ومرتين في الوقت الإضافي، وحسم الفوز 3 مرات بضربات الترجيح من نقطة الجزاء. أما نادي الزمالك ففاز بالبطولة 2 مرات في وقت المباراة، منها 2 مرات في الوقت الإضافي ومرة بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، ولم يحسم الفوز في الوقت الأصلي للمباراة مطلقا. أحرز النادي الأهلي خلال تاريخ هذه البطولة 15 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف، وأحرز نادي الزمالك خلال تاريخ هذه البطولة أيضا 9 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدف. الأهلي مع الزمالك لعبوا 6 مرات في كأس السوبر، فاز النادي الأهلي 5 مرات، 3 منها في الوقت الأصلي للمباراة ومرتين بضربات الترجيح. أما نادي الزمالك ففاز 1 مرة على النادي الأهلي بضربات الترجيح، ولم يفز مطلقا في الوقت الأصلي للمباراة. نادي الأهلي أحرز 8 أهداف مقابل 4 أهداف للزمالك خلال مواجهات الفريقين بكأس السوبر. مباريات الأهلي والزمالك 3 التي حسمت بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بين الفريقين انتهت جميعا بالتعادل بدون أهداف. دي بعض الأرقام الخاصة بمباراة غدا. إن شاء الله بكرة زي ما قلت لحضراتكم هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة